منتخبنا الوطني الأول لرجال كرة السلة بقيادة مديره الفني الكابتن أحمد مرعي فاز على منتخب أوغندا بنتيجة 96-77 في أول ماتش من تصفية المنطقة الخامسة الأفريقية واللي بتتلعب دلوقتي في اسكندرية في الفترة من 27 والحد 29 نوفمبر اللي احنا فيه. منتخبنا هيلعب النهاردة بالليل الساعة 8 مع منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثانية، أما آخر ماتش فهيكون قدام منتخب المغرب. البطولة بتتلعب على صالة الدكتور كمال شلبي بالشطبي في الإسكندرية، ومنتخبنا كمان بيضم صفة بقى من 12 لاعبين وهم الكابتن أحمد عادل دولا ويوسف شحاتة وعمر الجندي ويوسف شوشة وأحمد حاتم وعمر طارق ومحمد مصطفى المكاوي كيزو وعلي أحمد ورامي إبراهيم وأنس أسامة وإيهاب أمين وعمر عزب. طبعا كل التوفيق لمنتخب السلة دايما اللي بيشرفونا، والحمد لله يمكن الفترة الحالية هنشوف كمان منتخبنا في كرة السلة عائد بقوة، لأن احنا عندنا ما شاء الله يعتبر عندنا مسابقات في كرة السلة بقى قوية جدا. شفنا الموسم اللي فات الحمد لله واللي قبليه قد ايه، يعني بنشوف مستوى كرة السلة بيزداد صعوبة وحلاوة وجمال زي بالظبط كرة القدم، سواء كان من الأهلي أو من الزمالك أو من الجزيرة أو من سموحة أو من سبورتنج أو من كل الفرق اللي احنا نتكلم عليها دي، كلها في الآخر بتصب طبعا لمنتخبنا الوطني واللي إن شاء الله كمان ربنا يكرمه في البطولة بإذن الله ويحقق المزيد والمزيد من البطولات اللي جاية عشان خاطر بقى يعني نصعد كده من التصفيات دي ونحرز المزيد من البطولات في كرة السلة.